صنعت جمعية ابن سينا لمرضى الربو خلال زيارتها لمختلف المؤسسات الاستشفائية بالمدية جوا حميميا خاصا، أين اقترب أعضاؤها من المرضى بمختلف فئاتهم العمرية واستمعوا لمختلف انشغالاتهم. قافلة ابتسم للربيع قمنا بزيارات، بالأمس كنا في تابلاط بن سليمان، اليوم رانا في عين بوسيف قصر البخاري وكذلك البرولية، وغدا إن شاء الله راح نكونوا في مستشفى المدية. الزيارة هي في الحقيقة هي تضامنية حتى نتقرب أكثر من المريض، حتى نكون بالقرب منه، كذلك حتى نحصي بعض الحالات الموجودة في عين المكان يعني في المستشفيات، من خلال كذلك تقديم هدايا رمزية، قدمنا هدايا رمزية. أحسن هذه المبادرة اللي تمت بالتنسيق بين جمعية ابن سينا لمرضى الربو والمؤسسة العمومية الاستشفائية لقصر البخاري. الشروق وأثناء مرافقتها أعضاء الجمعية في إحدى الخرجات التي قادتها لكل المستشفيات قصر البخاري وعين بوسيف وصولا للبرواقية، وقت على مدى تفاعل المرضى مع أعضاء الجمعية، لا سيما إزاء الهدايا التي دأبت الجمعية على توزيعها غداة كل زيارة. نشكركم على هذه الزيارة، يعني سورتو للذراري فرحتوهم، لي مالاد كاين اللي ما كانش مساكن فرحوا، وانا بنتي جاتها زوج فرحات، الخرجه والفرحات تاعكم، ونشكركم وربي يوفقكم. نقول لهم الله يزيد فيكم ويحمر وجوهكم ويطلع نوركم ويطلع حكمتكم ويطلع ان شاء الله اللي راكم ديروا فيها، ان شاء الله ربي يكون معاكم. وصحيت هذه الجمعيه ما شاء الله، دارت الواجب تاعها واكثر، ونتشرفوا بكم وان شاء الله المستقبل اكثر من هكا. ورغم الجهود التي تبذلها الجمعية التي ترافق أكثر من 900 مريض، إلا أن هذه الأخيرة لا تلقى الدعم اللازم من الجهات الوصية بما يضمن توسيع نشاطاتها، لا سيما بعدما طالت رحلة بحثها عن مقر لائق.